هاخدكم لحاجه احلى واجمل. هنروح حاجه كده جوه مصر جميله، هنروح لحاجه يعني انا شخصيا سعيده بيها جدا، ما كنتش اعرف عنها كتير. قريه لطيفه جدا، القريه اسمها، يا رب اكون بنطق الاسم صح، قريه اسمها شبرا بلوله بمحافظه الغربيه. وفيها ايه بقى القريه الجميله دي؟ فيها اكبر منتج للياسمين. انتوا عارفين المصريين يحبوا الياسمين، يعني زمان كنت تلاقي كده في احياء كتير جدا شجر الياسمين وانت ماشي كده مع الهواء يعني بالليل كده تشم ريحه الياسمين. وهي اكبر قريه الحقيقه بيتم زراعه الياسمين فيها على مستوى العالم، وفيها طبعا زهره الياسمين اللي بيتم استخلاص منها اشهر عطور العالم. القريه دي بتمتلك الحقيقه يعني نص زراعه الياسمين في العالم، وفيها انتاج يومي من الياسمين بيصل الى 10 اطنان، كميه كبيره جدا، وبتحتوي على اكثر من 2 مليون شجره ياسمين. حاجه بديعه جدا. انا كان ليا قبل كده تجربه وزرت زراعه الياسمين في كان في جنوب فرنسا، وشفت قد ايه الجمال وقد ايه بيستخلصوا منه، يمكن يعني ارقى العطور الفرنسية المعروفة في العالم بيتم استخلاصها من الياسمين. فإذا كان بقى عندك هنا في مصر، أعتقد أنه الحاجات دي نحب نشوفها ونحب كده، هتستمتعوا جدا بشكل الشجر. والياسمين كمان على فكرة ليه طريقة في الحصاد بتاعه، لأن هو رقيق جدا فلازم يتم التعامل معاه بطريقة لطيفة جدا. الواحد لو ماشي كده في مزارع ياسمين ويشم ريحة حلوة أكيد تبقى حاجة حلوة، هي لايقة على مصر. تعالوا نشوف التقرير ده، ياسمين بياسمين، نشوف مع بعض كده الياسمين الحلو ده. احنا موجودين في قرية شبرا بلولة، مركز قطور محافظة الغربية، واللي بتتميز في انتاج النباتات العطرية زراعة وتصنيعا. أكثر من 40% من إنتاج العالم بينتج من هنا من قرية شبرا بلولة. إحنا عندنا هنا المحصول الرئيسي اللي هو محصول الياسمين اللي إحنا موجودين فيه النهاردة، محصول عطري حوالي 450 فدان منزرعة بمحصول الياسمين، بينتجوا أكثر من نصف إنتاج العالم من عجينة الياسمين اللي بيتم تصديرها للدول الأوروبية عشان يتم استخلاص الزيوت العطرية اللي موجودة في العجينة الياسمين اللي بيتم استخراجها من زهرة الياسمين دي. أنا اتولدت لقيت شجرة الياسمين اللي موجودة عندنا النهاردة بقالها 50 60 70 سنة، على حد على قد عمري يعني. الناس اللي بيجمعوا الياسمين، فيه اللي بيجي الساعة 10 وفيه اللي بيجي الساعة 11 بالليل، وفيه اللي بيجي الفجر، وفيه اللي من أول الليل. انت النهارده بتجمعي، بكره الصبح هتيجي تلاقيها كلها زهر. هو بيشتغل بيجمع كل يوم، يعني بيجدد زهره كل يوم وهكذا على مدار بقى الخمس شهور الاربع شهور حسب المصنع ما يحدد، ويقول احنا هناخد شهر، هناخد اثنين، هناخد ثلاثه كده يعني. بدات شغل في الشغلانه دي من 77، بناخد الموسم ده لغايه برضو المصنع ما بي ايه، وبيقول احنا مش خلاص كده شكرا. النهارده ربنا رضاني مثلا ب 2 كيلو، رضاني ب 3 كيلو الحمد لله. في المهنه دي طلعت لقيت ابهاتنا واجدادنا موجوده هنا من حوالي يعني من السبعينات كده وقبل السبعينات كمان، موجوده في زراعه الياسمين موجوده في البلد، لان احنا هنا بنحتوي على اكبر مصنعين في الشرق الاوسط. الاستخلاص دي بتتم في على ثلاث مراحل، بيبقى حاجه غسيل او اول 45 دقيقه، بعد كده غسيل ثاني وغسيل ثالث عشان ناخد كل الماده العطريه الموجوده في الزهره. بعد كده بنجمع كل ده ونخش بيه على عمليه تركيز ابتدائي. تركيز ابتدائي الاول عمليه الاستخلاص، بنحط الاجزان على الزهر بياخد ثلاث غسلات، بعد كده بناخده على التركيز الابتدائي، بنتخلص من حوالي 95% من الاكسال اللي موجود. بعد كده بعد التركيز الابتدائي 5% باخدها بعمليه ترشيح وفلتره، وبعد كده العمليه الاخيره التركيز النهائي بخلص من كل الاكسان اللي موجود في الزهره. بيبقى فيه حوالي 1 ل 1.5% اكسان الموجود في العجينه، وده اللي مسموح بيه. بعد كده بناخد العجينه ديت نعبيها
في علب عبوات 5 كيلو بتبقى جاهزة للتصدير على الخارج. يعني الحقيقة زي ما انتوا شايفين تقرير ممتع، أنا ببقى سعيدة جدا بصراحة أول ما بشوف زراعة وفلاحة وأشوف كمان الياسمين. 40% من المنتج للعالم، من إنتاج العالم موجود عندنا. تذكروا الاسم ده، شبرا بلولة في الغربية. يعني حتى الواحد ممكن الناس تروح تزور الحاجات دي. يعني لما بنشوف في العالم يقول لك إيه، هناخد الشباب يشتغلوا في مزارع العنب في فرنسا. طب ما احنا عاوزين الناس وشبابنا الحلوين يروحوا يشتغلوا في الحاجات الحلوة دي. يعني أولا يعني مصر مليانة خير ومليانة حاجات كتير مختلفة، وبتلاقي حاجات كتير جدا يقول لك والله النسبة دي أكبر نسبة موجودة في مصر بيتم الحصول عليها. يعني شوفوا احنا بدأنا كده التاسعة بتصدير الغاز، وبعدين يبقى عندنا كمان الياسمين، وعندنا حاجات كتير مختلفة ومتنوعة. هي بس الناس تبقى سعيدة ومبسوطة بالحركة اللي موجودة في مصر. انت طول الوقت الحقيقة بقى عندك تعمير شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، طول الوقت بتشوف حاجات حلوة وجميلة.